العربية شكلها مميز جدا، التصميم بتاعها واخد جدا من المونزا. النهارده جايين نشوف الفراري روما لأول مرة في قطر. الفراري روما طبعا بتيجي عليها المحرك اللي اتحقق على جوائز كتير، ال 3.9 V8 Twin Turbo Charged بقوة 628 حصان. السيارة بتيجي دفع خلفي طبعا 8 جير ديول كلتش. عجبني قوي من التصميم بتاع الكشافات الخلفية، خط واحد مع الشنطة. طبعا ده الجناح له ثلاث مستويات على حسب الوضعية اللي انت حاطط فيها المونوتينو، كربون فايبر ديفيوزر، بصراحة شكله رائع. الفينز اللي طالعة فيه، طبعا الاكزوز ان شاء الله شكله عامل زي المدافع. شكل العربية رهيب. فتحة الباب بقت ايزي ان، بس تلمسها الباب يتفتح لوحده. اول حاجة بتقابلك الكربون فايبر روكرز، تمام. حتى هنا السيت ميموري سيتس مع فتحة الشنطة، في هنا مع السماعة، في زي هالو، تحفة الديزاين، ميكس الالوان والكربون فايبر مع سيستم الجي بي ال. انت داخل وعارف ان الموضوع فيه هاي اند. اول ما تقعد جوه في كده هفوة انبهار، ال 16 انش سكرين، ال 8 انش سكرين، كل حاجه جديده في الروما، بالذات فكره ان هم يروحوا للتاتش اكتر. خلينا نشوف حتى الستارت انجن بقى تاتش، تمام. طبعا يعني انا زعلان ان الانالوج راح، كان في دايما فراري هنا سكرين وهنا سكرين في النص انالوج، لكن للاسف الانالوج راح. معرفش هل ده هيستمر مع كل الموديلات اللي جايه ولا لا. بس حتى عندنا السويتشز بتاعت اللايتس كلها بقت تاتش، تقريبا كل الستيرنج ويل يمين وشمال تاتش ما عدا المونوتينو. الحمد لله المونوتينو ايه لسه بالايد سويتش او توجل. لما بتيجي تضغط تعمل جير سيلكشن بيديك زي لايتس يقول لك انا رايح على الجير ده. How can I help you? Did you mean quit? Or phone ring. طبعا هي السيارة اسمها 2 بلس، هي مش 2 بلس 2 حرفيا، هي 2 بلس. المساحة الخلفية يعني تستخدم فقط للتخزين او ممكن يعني اطفال يقعدوا فيها، بس مش السيارة مش لفور ادلتس.